وعليكم السلام، خليك معانا يا استاذ. تقول لهم ايه على السريع عشان نلحق نجيب راجل على التليفون الدولي ده. اتفضل يا استاذ. اقول لهم كسمك يا بهجة. والله العظيم بعد كسم يا ابن المره المتناكه، انت جبت جديد. ما انا امي السيده يا ابن المتناكه، عندها اللي عند امك يا ابن المتناكه، لكن اللي عندي لا عندك ولا عند ابوك يا ابن المتناكه. يا دي يا ابن المتناكه، انتوا مولودين ببدر يا ابن العاهره يا كسمك يا ابن المره الشرموطه يا خوة. اسمك ايه يا ابن المتناكه؟ انت دلوقتي يا استاذ بهجت معاك بتاع 150 لايك، لجنه ولاد متناكه ماشي، واللي بيخش يشتم وبتاع كل واحد فيهم عنده زب مترين في تيسكو الصم. كسمك يا ابن المتناك، كسمك احمر ترابيشي، جيت انفخ ومرديشي، كسمك احمر ترابيشي، جيت انفخ ومرديشي، يا لجنه يا ابن المتناكه. كسمك على كسم اللجان اللي عايشين في ايطاليا يا ابن المتناكه يا خاوه. يعني طيب ازاي نتفق ونلم الناس ونكون يعني يد واحده؟ ونكون يد واحده. نصرح مراتك والنكهه يا خاوه. وبعد ما تصرح مراتي يا ابن المره المتناكه، مش فيك ما يكون فيكوا رجاله يا اولاد المتناكه؟ يعني تسيب امك بتتناكه كسمك وجاي تديني النصيحه صرح؟ طب انت مصرح المدام ومصرح امك ومصرح ستك وصرحت انت كمان يا ابن المتناكه، انما انت ليه مصمم كل الناس تتناك زي امك، كل الناس تتناك زي مراتك، كل الناس تتناك زيك يا ابن المتناكه يا خوه، يا عري يا ابن الشرموطه. الله يلعن كسوم البطن اللي جابتك يا متناك. صح بتضحك، بتضحك يا ابن الزانيه، بتضحك يا ابن العاهره، اضحك يا كسوم، اضحك عليك يا ابني، اضحك اضحك يا ابن العاهره، اضحك يا ابن الشرموطه، اضحك يا كسومك يا ابو بزره يا ابن المتناكه، اضحك اضحك قبل ما تزور ويوصل للحلقوم يا كسومك. مش هتعرف تضحك بعدها يا ابن المتناكه، لان بعدها هيكون موتك. هنعلقك يا اما على حبل يندوس عليك بالجزمه نفعصك زي الصرصار يا ابن المره الشرموطه. بخس عليك وعلى المتناكه اللي جابك يا ابن الوسخه. ايه معانا مين يا فندم؟ معاك لب يا ابن يا دي يا ابن متناكه يا خاول، يلعن كسوم البطن اللي جابتك يا ابن الشرموطه يا متناكه يا ابو بزره يا علق. يلا يا كسوم امك. اللي بعده معانا مين؟ انت تشتم يا ابن المتناكه، مفيش ولا كلمه ظهرت على البس يا كسوم. معانا مين يا فندم؟ مش حاسس ان هي ماشي. يا دي يا ابن المتناكه وقتك خلص يا بزره يا ابن الشرموطه. اديني الوقت يا دي يا ابن المتناكه يا واطي يا ابن الواطيه يا متناك يا ابن المتناكه. دخلت تعلم عليا، علمت على كسومك، مش لما ننت في امك. المدام جايه دلوقتي. الو معانا مين يا استاذ؟ الو كسوم. يلا يا دي يا ابن المتناكه يا خاول. معانا مين يا استاذ؟ ده دولي. انا بس بفتح كسومك عشان اعمل لك 2 جنيه ولا 3 4 ريال ولا حاجه تمن المكالمه الدوليه يا ابن المتناكه. ابن المتناكه معانا مين يا استاذ؟ الو بهجت. ايه هلا كسوم. يلا يا دي يا ابن المتناكه يا خاول. اللي بعده معانا مين يا فندم؟ طب اخر سؤال يا استاذ بهجت، اتفضل. ممكن اكلم مراتك؟ يا دي يا ابني ديني الكلب يا ملحد، سلم على امك. امك جنبك يا كسومك ولا لا؟ امك جنبك يا ابن زانية ولا لا؟ طب طلع صباعك من طيزك عشان تعرف تتكلم يا ابني ديني الكلب. يلا يا ابن المتناكه، انت مالكش غير السيسي نيكك ونيك كسومك يا ابن المره المتناكه. صح؟ مش السيسي عمل حاجات حلوه؟ الحاجه الحلوه اللي عملها يا كسومك ان انت تعيش انت وابوك وامك يا ابن الزانيه يا خول عبيد يا ابن المره المتناكه. والله الملايين منه في الحمامات الى بني ادم بيعبد ربنا بقى. انت بعد ما تضرب كل دول يا دي يا ابن المره المتناكه يا ملحد يا كافر يا ابن الخول يا ابن ابو بزره يا ابن المتناكه، بتسب الدين يا خول يا ابن الشرموطه، تبقى ملحد يا كسومك. اما تيجي هنا، اما تيجي هنا يا ابن المتناكه هتسرح بمين يا كسومك؟ انت مفكر يا ابن دين الكلب يا ملحد يا ابن المتناكه؟ يا انا اشوفك كسومك بفتح لصوتك زي ما اول عيل فتح طيزك كده يا كسومك، قاعد يبعبصك ويتف في طيزك. هي بدات بالتفافه الاول يا خول صح؟ معانا مين يا فندم؟ استاذ بهجت ازي حضرتك؟ اللهم لك الحمد يا فندم. طب ممكن تديني وقتك دقيقة واحدة؟ ماشي يا فندم. والله تخلص تنتف لامك يا ابن المتناك عشان تجهزها لي الليلة وعادي، وهتخش تمسي عليكم. بس أنا بقى يعني تخلص مع أمك الأول يا ابن المرة الزانية يا خاوة.
يلا يا كصوم، يلا هادي يا ابن المتناك، يلا يا ابن المتناك. معنا مين يا فندم؟ امه على كصوم البزر اللي جابته. اي خدمه ثانيه يا باشا؟ لا معلش، بس تيز مراتك فين؟ عايز ده. يلا يا ابن المتناك يا خول اللي بعده. معنا مين ابن المتناك؟ دوله بنت شرموطه بتقبض على المشايخ والناس الطيبين. طب تعال باشا، ده جت امك. يلا هادي يا ابن المتناك، يا ابن الجحبه، يا ابن البنغالي، يا خول، يا معرس، يا ابن المتناك. معنا مين يا استاذ؟ الو. يا دي يا ابن المتناك يا خول. يا دي يا ابن المتناك يا خول. استاذ معنا مين يا فندم؟ قسم امك. يلا ادي يا ابن المره المنيوك يا خول. ازاي برلسكوني؟ هلا برلسكوني نكك ولا لسه يا ابن المره المتناك يا خول؟ بتعمل ايه في ايطاليا يا ابن المنكوحه؟ بتعمل ايه في ايطاليا يا خول يا ابن المتناك؟ رد يا دي يا ابن المتناك، رد يا معرس، رد يا خول، رد يا جحبه، رد يا كصمك. معنا مين؟ الو. يا هلو. هلو يا ام ذا دليفري درايفر فروم بابا جينوز. يخرب بيت كصم الدليفري درايفر على كصم البطن اللي بظهرتك يا ابن المتناك يا جحبه. اللي بعده. ايوه ايوه باجي. اهلا وسهلا حضرتك. شباب ضاين لما بحلق شعرها. مش فاهم منك حاجة يا ابن المتناك. حضرتك يلا يا ابن الشرموطة يا خاولي لعك الصم اللي جابتك. الو. ايوه شرموط. يا دي يا ابن المرة الزانية يا خاول. يا دي يا ابن المرة المتناك يا شرموط يا ابو بزرة. الله يلعن ميتين امك على ميتين ام الظروف اللي حدفتنا اللي حدفتك علينا يا ابن الزانية يا خاول. يلعن كصمك ابن بزرة خاول شرموط. ايوه يا فندم. بقول لك يا ابو بهجت، الشعوب كلها هيجنوا على مراتك بو. طيب ادي ابن متناك اهو، ادي واحد من ابن المتناكين اهو. كيف تامل ان يخرج من المستنقع عمل؟ انك تستنشق لو كان استصاد رجلا لوضعته في برواز وادخلته في مراتك. ادي ابن شرموطه تاني اهو. يلا معانا مين يا فندم؟ ناك ابن المتناك. انا عايز الرد منك برضو. يا ده هرد منك يعني على ايه؟ واحد طالع يا خول بيشتمني، ارد عليه بايه؟ ارد عليه بايه؟ اسبه كصمه. لكن ما تعملش سيناريو كاذب. ايه هو السيناريو كاذب يا ايه هو السيناريو كاذب؟ ظابط قال لك وما قالش الكلام ده. يا دي يا ابن المتناك يا خول، ايه هو السيناريو الكاذب يا كصمك؟ ايه هو السيناريو الكاذب اللي انا عملته قول للناس؟ يلا يا ابن المره الوسخه يا عم كصمك دلوقتي يا ابن المتناك، انت مش بتقول ان انا عامل سيناريو كاذب يا ابن المره المنكوحه؟ طيب طيب اوكي انت تدري انك كفرت خادم الحرمين؟ اي خادم اللي وسع الحرم؟ اسمع يا اسمع عشانك وعشان اشكالك. لا 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 اسمع اسمع اسمع، لما تيجي تتكلم عاوز تعمل معايا حوار، عاوز تعمل معايا حوار تأدب معي، تأدب معي كما تتأدب مع أميرك والملك بتاعك. إن لم تتأدب معي فشختك الصمك. شفت خلصانة اهو. تأدب معي كما تتأدب مع كلاب أرض الحجاز يا ابن المرة المتناكة. مفيش كلمة أمثالك يا كصمك. أنت تتحدث مع أشرف يا ابن الشرموطة؟ أنت طالع تدافع عن الناس ولا عاوز تعمل حوار يا كصمك؟ تأدب في الحوار يا ابن المرة المنكوحة. خلصانة يا كصمك؟ انت بتتحدث يا ابن المتناكة مع مسلم؟ يلا ادي يا ابن المتناكة. يلا يا كصمك خليك معانا يا استاذ. يا ادي يا ابن المرة المنكوحة، يا ابن البنغالي، يا خوري، يا ابن المرة المتناكة. عندما تتحدث معي تأدب كما تتأدب مع مليكك بل أكثر يا ابن المتناكة. أستاذ بهجت. أهلا وسهلا. والله يا أستاذ بهجت، والله بقالنا أسبوع ما عارفين ننام، والله بقالنا أسبوع ما عارفين ننام، وأنا واحد من الناس والناس خايفة تتكلم يا أستاذ بهجت. خايفين يتكلموا ليه يا أستاذ؟ خايف من إيه؟ حضرتك القفل اللي أنت خدت
وعيلته بنقوم مخضوضين بالليل فمش عارفين ننام. طيب. انا بقوم واحد من الناس بقوم مخضوض كل لما افتكر القفا اللي انت خدته، لا اما اكلم واحد افضل اضحك. اه والله فالقفا نفسه يعني فصلوليكي يعني عاجبني من الاخر. طيب والله يعني العظيم يعني الواد ده وبما انك الواد ده برنس اداك قفا قصم كل اللي كانوا بيكلموكوا بيغلطوا في مصر وفي الجيش المصري. صحيح. يا ابن اللبوة. صح. الجيش ادي انت ابن متناكة عشان انا سمحتك تغلط فيا واديتك فرصه تتكلم يا ابن المره الزانيه يا ابن المره المنكوحه من ورا وقدام يا خاول يا متناك يا ابو بزره وخرمين يا قصمك. انا يعني اديتك فرصتك لعلي اعمل معاك حوار، طلعت ابن متناكة فاجر من اللي بياخدوا افتياظهم يعني مش فاجر تاني. يعني معانا مين يا استاذ؟